السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم بإذن الله سنتكلم عن مجموعة من النقاط كتتويج ريال مدريد بلقب الليغا رقم 35 في تاريخه، والهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو على تشيلسي الإنجليزي، وكذلك الهدف الذي سجله اللاعب المتألق حكيمي في الدوري الفرنسي، وكذلك الهدف الذي سجله يوسف نصيري بعد صيام دام لمدة طويلة. نبدأ أولا بالمباراة التي جمعت ريال مدريد بفريق إسبانيول، والتي انتهت نتيجتها بانتصار ريال مدريد ب4-0. وفي هذه المباراة قام المدرب أنشيلوتي بمجموعة من التغييرات على مستوى التشكيلة، حيث أراح مجموعة من اللاعبين وأعطى كذلك فرصة للاعبين آخرين من أجل لعب هذه المباراة. فالتشكيلة التي دخل بها ريال مدريد: في حراسة المرمى تيبو كورتوا، في قلبي الدفاع كل من فايخو وكاسيميرو، وكظهير أيمن لعب لوكاس فازكيز، وكظهير أيسر لعب اللعيب القيدوم واللاعب الكبير والمتألق والذي أعطى الشيء الكثير لريال مدريد وهو مارسيلو، وكلاعب ارتكاز لعب باللاعب الشاب إدواردو كامافينجا، إضافة إلى لاعبين خط وسط وهما لوكا مودريتش وداني سيبايوس، و اعتمد في الهجوم على 3 لاعبين وهما رودريجو وأسينسيو بالإضافة إلى ماريانو دياز. هذه المباراة بيّنت على مستوى جيد لبعض اللاعبين كداني سيبايوس الذي تألق في هذه المباراة، وأثبت للمدرب أنه جدير باللعب في ريال مدريد. كذلك اللاعب الشاب رودريجو الذي سجل 2 في هذه المباراة، وبالتالي يؤكد أنه لاعب يستحق اللعب في ريال مدريد، وأنه لاعب صاعد ولاعب من الأجيال التي ستحمل ريال مدريد بعد انتهاء جيل من اللاعبين في ريال مدريد. إضافة إلى أن اللاعب كامافينجا أجاد التعامل مع مركز الارتكاز وقام بهذا الدور على أحسن ما يرام، ورغم أنه في الشوط الثاني لعب كقلب دفاع وكذلك أجاد هذا الدور. صراحة ومن وجهة نظري أن هذا اللاعب يقوم بعمله على أحسن ما يرام، في أي مركز أعطاه المدرب يقوم بعمل جيد ويثبت أنه صفقة ناجحة لرئيس ريال مدريد بيريز. إضافة إلى أن هذه المباراة كانت هي السبب في تتويج ريال مدريد بلقب الليغا، لأن فريق ريال مدريد كان يحتاج فقط إلى نقطة واحدة، لكنه حقق 3 نقاط في هذه المباراة. فهناك مجموعة من الأرقام الأخرى التي تم تحقيقها في هذه المباراة، كالاعتماد على اللاعب مارسيلو لاعبا أساسيا في المباراة، وبهذه المباراة التي لعبها مارسيلو واللقب الذي فاز به وهو رقم 35 للليغا، أصبح مارسيلو أكثر لاعب يفوز بالألقاب في ريال مدريد، وبهذا اللقب أيضا أصبح بيريز أعظم رئيس في تاريخ النادي الملكي، حيث حقق في عهده 50 لقبا لفريق ريال مدريد. وبالرجوع إلى الرباعية التي سجلها ريال مدريد على إسبانيول، تناوب على تسجيلها كل من اللاعب رودريجو الذي سجل 2 في الشوط الأول، وانتظر ريال مدريد حتى الشوط الثاني ليسجل الهدف الثالث عن طريق ماركو أسينسيو، ثم سجل الهدف الرابع لريال مدريد الحكومة بنزيما الذي دائما ما يترك بصمته في كل مباراة. وبهذه المباراة حسم ريال مدريد الليغا الإسبانية، وبالتالي سيكون على أتم الاستعداد لمباراة نصف نهائي
التي ستجمعه بفريق مانشستر سيتي الذي بدوره انتصر في الدوري الإنجليزي على نظيره ليدز يونايتد ب4-0، رغم أن المنافسة في الدوري الإنجليزي ما زالت صعبة بين فريق مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزي، حيث يوجد فرق نقطة واحدة بين الفريقين، وبالتالي ستكون الإثارة إلى نهاية الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. وبالرجوع إلى مباراة ريال مدريد وإسبانيول، فبعد انتهاء المباراة حمل لقب الليغا كل من اللاعب مارسيلو الذي كان هو العميد في هذه المباراة بالإضافة إلى كريم بنزيما، وبالتالي احتفل ريال مدريد وجماهيره باللقب 35 في تاريخه، وكان فريق ريال مدريد يستحق هذا اللقب نظرا للمجهودات التي قام بها طيلة الموسم رغم بعض التخبطات التي واجه في هذا الموسم وبعض التغييرات الخاطئة، لكن بفضل حنكة أنشيلوتي والتغييرات التي كان يقوم بها تم حسم الليغا، وهو ينتظر كذلك أن يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن هذه المباراة ستكون ممتعة وستكون صعبة على الفريقين، فمانشستر سيتي يريد أن يتأهل إلى نصف نهائي لكي يحقق أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه. وبمناسبة حديثنا عن الأرقام، فقد تحقق رقم جديد في الليغا الإسبانية، حيث أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق ألقاب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى، وهذا إنجاز تاريخي لهذا المدرب الكبير، والذي تعاقب على تدريب مجموعة من الفرق كيوفنتوس وكذلك إسي ميلان بالإضافة إلى بايرن ميونيخ وتشيلسي الإنجليزي وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي. فالمباراة التي لعبها ريال مدريد باللاعبين الاحتياطيين تبين أن فريق ريال مدريد لديه مجموعة من اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم من طرف أنشيلوتي، وبالتالي في المواسم المقبلة يمكن له الاعتماد على مبدأ التدوير بين اللاعبين، لأن صراحة في هذه المباراة ظهر مجموعة من اللاعبين الذين أدوا أدوارهم على أحسن ما يرام، كداني سيبايوس وكذلك فييقو في عمق الدفاع، بالإضافة إلى رودريجو الذي تألق في هذه المباراة كما قلنا وسجل هدفين. وبهذه المناسبة نبارك لفريق ريال مدريد تتويجه بلقب الليغا رقم 35 في تاريخه، وبالمتعة التي يقدمها لنا في الليغا وكذلك في دوري عصبة الأبطال الأوروبية. بعد انتهائنا من مباراة ريال مدريد التي كانت المباراة الحاسمة في تتويج ريال مدريد بلقب الليغا، سنتحدث قليلا عن اللاعب كريستيانو رونالدو الذي غاب في المباراة الأخيرة، إلا أنه عاد في مباراة تشيلسي وسجل هدف التعادل لفريق المان يونايتد، وكان هدفا رائعا، وبهذا الهدف أثبت لنادي مانشستر يونايتد وكذلك لمحبي كرة القدم أن هذا اللاعب ما زال قادرا على العطاء، وأنه لاعب يجتهد كثيرا وحقا يعتبر أسطورة كرة القدم في العشر سنوات الأخيرة لما يقدمه من أداء مع جميع الفرق التي لعب لها. لكن السؤال الذي يبقى مطروح، هل المدرب الجديد لمان يونايتد تين هاغ سيعتمد على كريستيانو رونالدو في منظومته الكروية وفي الفلسفة التي سيعتمدها في مانشستر يونايتد؟ لأن كريستيانو رونالدو يعتبر لاعب محارب ولاعب كبير، لكن هذا اللاعب يحب أن يلعب مع الأندية التي تريد حصد الألقاب، لكن الظرفية التي يوجد فيها مانشستر يونايتد حاليا لا تسمح له بتحقيق الألقاب، فالمدرب الجديد سيريد أن يبني فريقا للمستقبل، وهو ما يجعله يتخلى على مجموعة من اللاعبين وخصوصا اللاعبين الذين لا يعطون الشيء الكثير لمان يونايتد، وبالتالي سيريد التخلص منهم من أجل جلب مجموعة من اللاعبين الذين يلائمون فلسفته.
صراحة نحن رأينا مانشستر يونايتد في أيام عزه، وكان فريق الألقاب وكان فريق قوي وكان يمتاز بمجموعة من اللاعبين العالميين واللاعبين الكبار، لكن التدهور الذي شهده في الآونة الأخيرة جعلت هذه الإدارة تذهب إلى جلب تين هاج من أجل بناء مشروع وإرجاع المان يونايتد إلى سابق عهده. أما النقطة الثالثة فإن اللاعب المغربي حكيمي تمكن من تسجيل هدف في مرمى ستراسبورغ، فبالرغم من وجود كم هائل من المهاجمين لدى فريق باريس سان جيرمان إلى أن اللاعب المغربي حكيمي تمكن من تسجيل هذا الهدف، وأثبت للعالم أنه من بين أحسن الأظهرة في السنوات الأخيرة ويعتبر قوة ضاربة لفريق باريس سان جيرمان. فبعد الهدف الذي سجله قام بالاحتفال مع سيرجيو راموس بطريقته الخاصة، وهذه الاحتفالية تؤكد أن حكيمي ليس لديه أي إشكال مع اللاعب سيرجيو راموس، وبأنه ليس لديهم أي مشاكل، لأنه كما يعلم في مباراة التي جمعت ريال مدريد بإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وقع شنآن بين اللاعب سيرجيو راموس الذي كان يلعب آنذاك في ريال مدريد وبين حكيمي الذي كان يلعب في إنتر ميلان. لكن اللقطة التي ظهرت بعد تسجيل حكيمي الهدف أثبتت أن اللاعب حكيمي ليس لديه أي مشاكل مع اللاعب سيرجيو راموس، ويعتبر اللاعب حكيمي أكبر سفير للكرة المغربية في الدوريات الخمس الكبرى، حيث يقدم مستويات كبيرة مع باريس سان جيرمان. ومن هذا المنبر نتمنى لجميع اللاعبين العرب أن يتألقوا في الدوريات الأوروبية. وكذلك بعد صيام طويل عاد اللاعب يوسف نصيري ليسجل الهدف مع فريقه إشبيلية، حيث سجل الهدف الأول لفريقه إشبيلية على نظيره قاديش، وهذه المباراة انتهت بهدف لمثله، وهذا الهدف سيعطي ثقة كبيرة للاعب نصيري من أجل العودة إلى توهجه التهديفي والعودة إلى مستواه الطبيعي في تسجيل الأهداف. وبمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان الكريم أتمنى لجميع المسلمين عيدا مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.